سمبوسك بالدجاج تكفي 12 قطعة. المقادير: للحشوة 400 غرام دجاج مفروم ناعما، حبتا بصل كويسات مفرومتان ناعما، 4 ملاعق طعام زيت نباتي، فصار ثوم مفرومان ناعما، نصف ملعقة صغيرة فلفل أبيض، نصف ملعقة صغيرة زنجبيل ناعم، ملعقة صغيرة بابريكا حلوة، نصف ملعقة صغيرة هال ناعم، وملح حسب الرغبة. للسمبوسك: رقاقتي عجينة البقلاوة، 100 غرام أو كوب نشاء الذرة زائد كمية إضافية للرش، 500 ميلي لتر أو كوبين زيت نباتي للقلي. طريقة التحضير: للحشوة نسخن الزيت النباتي في مقلاة ونقلب فيه البصل والثوم حتى يذبل، ثم نضيف الدجاج ونحرك لمدة 10 دقائق. نضيف الفلفل الأبيض والزنجبيل والبابريكا والهال والملح ونحرك لمدة 3 دقائق. للسمبوسك نغطي رقائق العجين بقطعة قماش مبللة أثناء العمل، نفرد رقاقة عجين وننثر القليل من نشاء الذرة تحتها، نقطع الرقاقة بشكل مساطر طولية بعرض 3 سنتيمتر، ونضع ملعقة صغيرة من الحشوة في بداية كل مستطيل، نلف المستطيلات على شكل مثلث وندهن نهاية العجينة بالماء بواسطة فرشاة لتسهيل عملية الإغلاق، ثم نغمس قطع السمبوسك بنشاء الذرة ونضعها في طبق. نكرر هذه العملية على رقاقة العجين الأخرى. نقلي قطع السمبوسك بالزيت النباتي حتى تصبح بلون ذهبي مقرمش، ثم نصفيها ونضعها في طبق تقديم ونزينه.